المقابلة زوينة وكنشكروا المنتخب الوطني على هذا الأداء وشكرا بزاف. حصلت النتيجة 4-1. أنت راضي على المنتخب المغربي في هذه المقابلة هذه واش عندك شي أمل أنه غادي يفوز في كأس العالم؟ إن شاء الله كان بهذا اسمه بهذا التألق وبهذا اللعب اللي داروه مزيان عجبونا وفرحونا إن شاء الله والله يكمل عليهم بالخير. المباراة ديال اليوم شكرا الدراري لعبوا رجال المغرب كانوا رجال وديما مغرب ديما مغرب هاد الدراري ديما مغرب. كنتمناو كنتمناو ان شاء الله المنتخب الوطني يدير شي مقابلات زوينه في المغرب وديما مغرب. شكرا.